أعرج قليلاً كي أطوف حانياً ومؤلباً كل الكؤوس. عرج قليلاً وأفض كي أهادن اللحن المعتقة من تراث أو صميم الوجد. والنقر في شفة الطبيعة ممكن وبهيج. لم تكن مصادفة أن يجتمع صوت ميس حرب مع أوركسترا سيد درويش لوقع الوقت وجود ثنائي ترك بصمته في المشهد السوري الموسيقي. غائم جزئي روح غنائية المعمعة سوارات، مؤلفات بتوقيع قائد أوركسترا وفنان سوري. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم مبتدأ الكلام. اسمحوا أن تتعرفوا إلى ضيفنا في الدقائق الآتية. رشيد هلال مؤلف موسيقي وعازف كمان، مدرس في المعهد العالي للموسيقى آلة الكمان وعازف في الأوركسترا الوطنية السيمفونية السورية، مؤسس وقائد تجمع أوركسترا سيد درويش فرقة أثير، العازف الأول في أوركسترا سيدة فيروز منذ عام 2009 وسجل معها كسولو على آلة المندولين في ألبوم في أمل. قام بعدة ورشات عمل خارج سوريا، من مؤلفاته الموسيقية غائم جزئي روح غنائية المعمعة سوارات. عمل على معالجة وتطوير العديد من الأغاني التراثية لكوراله. وزع العديد من القطع الموسيقية للأوركسترا السيمفونية السورية الوطنية وللفرقة العربية. أهلا ومرحبا بك المؤلف الموسيقي وعازف الكمان الأستاذ رشيد هلال، نورت من بر مبتدأ الكلام. الله يسلمك، الله يخليكم، شكرا لكم، شكرا للاستضافة. أهلا وسهلا، اسمح لنا نفتح باب الحديث مع حضرتك بالسيرة الفنية ولكن بعد الفاصل. تفضل. خلينا نبدأ مع حضرتك، يعني أستاذ رشيد، من يعني أيام المدرسة، يعني الموسيقى لها تاريخ طويل مع حضرتك. في الصف العاشر عندما كنت مؤسس لفرقة موسيقية وفيها كانت المغنية السورية ميس حرب، ما الذي يحضر في ذهنك من هذه الذكريات؟ بشكل عام أنا ولدت بعائلة موسيقية، أعمامي اثنين أعضاء نقابة، واحد من أعمامي هو كان مؤلف في الإذاعة والتلفزيون، والدي مهندس بس سميع من الدرجة الأولى، يعني هو اللي أكتر شيء وجهني نحو الموسيقى. يعني الصراحة بالبداية ما كان بدي مثل أي طفل يعني بدي يمشي وراء الفوتبول وراء هو أصر يعني بفترة من السابع للتاسع إنه إجباري بدك تعلم، مارس ضغط علي من العاشر وطالع صار يعمل ضغط علي لبطل أعزف، يعني صار العملية عكسية. اندمجت كتير وعملت فرقة بالسويدة، كنا بإطار الشبيبة نشتغل حفلات وكانت ما يسمعنا بالفرقة كمان كانت تغني يعني، بس يعني شوف الصدف كيف رجعنا فترة طويلة ما عاد شفتها ورجعت اجت قدمت على المعهد التقيته بالمعهد العالي للموسيقى. ايه بس كنت من سن صغيرة، يعني كان عندك ملاحظات للانتقاءات الغنائية مثلا للي معكم بالفرقة، كان عندك هذا الحس الإداري؟ إيه طبعًا يمكن طبعا طبعا كتير كنت حب أعمل هذا التشكيل وكل ما ينزل أغاني جديدة يروح شوفها وتمرن عليها، إجا حفظها للشباب وذكريات كتير حلوة ما شاء الله. الشباب يعني كبروا كل واحد صار بمكان موسيقيين من مين كمان يعني. يعني من مثلا ممكن يكون من العم مثلا أخذت الثقافة الموسيقية، استقاء هاي الثقافة من سن صغيرة من وين كان؟ والدي من الأسرة يعني. والدي كتير كان سميع وكان يجمعنا الصبح قبل ما نروح على المدرسة على الفطور، يحط على الراديو إذاعة دمشق،
وكان عملنا مثل تحفيز لمنه اسمع ودور، فكان يعملنا مثل جوائز او مسابقة، يعني انه يحط الغنية مثلا طالع على الراديو انه اللي بيحزر اسم المغني له مثلا 100 ليرة، بيعرف مين الملحن 200، الكاتب لسه اكتر يعني. فصرت اضطر انا، كان يحفزني روح اسمع ودور وشوف مشان انه اخذ مصاري بهديك الفترة. حتى بس تشكل هذا هيك الموضوع كتير ثقافة. فادني لبعدين كتير. اكيد طبعا. حضرتك تخرجت في المعهد العالي للموسيقى عام 2005، ثم عدت فيما بعد مدرسا إلى المعهد. كيف برأيك المعهد العالي للموسيقى يعد الطالب ليصبح فيما بعد موسيقيا؟ الفرق بين الطالب وبين الذي رجع أستاذا إلى المعهد، التطوير الذي جرى على سياسة التدريس بالمعهد العالي للموسيقى. طبعا فيما مضى لما كنا طلاب كان في خبراء روس يدرسونا يعني كتير، كان وكان طبعا الله يرحمه الأستاذ صلحي هو عاتقه كل الموضوع. للأسف بالأزمة هدول الخبراء انسحبوا يعني، والدواعي يعني رجعوا على بلدهم لسوء الأوضاع الأمنية ومع ذلك قررنا إنه نتابع ونكافح، إنه لازم يمشي، لازم تمشي الأمور، ما لازم توقف. يعني انتقي الكادر التدريسي، ومشكورة إدارة المعهد العالي، ما بظن إنه مثل ما كان سابقا، بس يعني هذا واجب علينا حاليا. ومع ذلك عم بيضل يعني سوريا ولادي، عم بيضل يطلع فيه أجيال جديدة كتير كويسة يعني. يعني عم تشتغلوا على التطوير بين طبعا مشاغل طبعا يعني التدريس. مع وضع الراهن الصعب اللي عم نعيشه، مع ذلك عم بيطلع اجيال انا برايي اهم من الاجيال اللي كانت على دورنا يعني. شو السبب؟ في شيء بفائل هو، لان تراكم يعني اللي انبنى سابقا عم بيتطور يعني، كل سنه عم بصير في خبرات اكثر، عم بصير في تجديد اكثر. سابقا مثلا ما كثير موضوع الموسيقى العربيه كان مسموح بالمعهد على دورنا يعني، هلا صار اوسع، صار في له حيز اكبر، بصير كل جيل إن كان أساتذة ولا طلاب بتلافى أخطاء أو وجهات النظر اللي كانت مغلوطة سابقا يعني. حتى الميديا هلا يعني صار فرصة الانتشار بالنسبة للموسيقى هي أوسع. تماما تماما. طب إذا بدنا نحكي عن حضرتك كعازف بالفرقة السيمفونية الوطنية السورية ومؤسس وقائد تجمع أوركسترا سيد درويش، الفرق بين رشيد العازف وبين رشيد المايسترو أو القائد الموسيقي، أين تجد نفسك؟ والله يعني هو متعة العزف يعني لا توازيها متعة يعني. بالنسبة إلي سولو صغير على الستيج مع يعني لقاء مباشر مع الجمهور، حالي صعب تنوجد بالتأليف أو بالقيادة، أو يعني في شيء روحي يعني ما أنا موجود بالشقين هذوك. فبعتقد إنه كلمة عازف أهم من مؤلف أو مايسترو. هل هذا الشيء يعني بيخليك بلحظة من اللحظات أنه ممكن تسلم قيادة الفرقة لمايسترو آخر مثل مثلا طبعا ميساك باكوداريان؟ طبعا طبعا يعني بالنهاية أنا يعني فيني، أنا يعني ما يعني ماني مايسترو، أنا بقدر مشي شغله بشكل جيد وطلع حقق نتيجة على المسرح كويسة إذا قدت الفرقة. بس الموضوع مايسترو كلمة يعني بدها دراسة يعني، مو موضوع أهم ولا مو أهم من عازف يعني، الكل عم يأدي دوره، بس هاي إلى معطياتها وإلى دراستها، وهي إلى معطياتها وإلى دراستها يعني. فصعب يعني كلمة مايسترو يعني بعتقد بالبلد من وجهة نظري ما بتنطبق على غير اثنين ثلاثة يعني بالبلد، مو أكثر من هيك. بس ما شاء الله كل واحد نحن بصير إنه على أساس إنه هي ميزة يعني، إنه لا بالعكس، أنت في مشكلة كعازف آلة أنت أهم إنك تكون مايسترو يعني. فيك مشكلة بقسم النظريات مثلا بالمعهد، يعني في قسم معين لتدريس انه الانسان يصير مايسترو، كل شيء مثلا اخذ هذا اللقب هو كان عم يدرس برا البلد من لا، في عندنا القادة اللي اعترف بالمعهد عليهم الامر. في مادة قيادة، بس هي يعني كيف بدي اقول لك ما فيها تعمق يعني، من باب انه لازم العازف لما يتخرج بيعرف كيف يمشي فرقة يعني، هاي الشغلة انه اخذينها بعين الاعتبار بالمعهد، بس ما أنا دراسة كاملة يعني، ما في اختصاص حيز كامل انه فوت الطالب على المعهد هو يدرس مايسترو. بس في منح للقب بنقابة الفنانين. ايه في غير معطيات صفت بالنقابة. طيب حتى مايسترو عن جديد انه قائد اوركسترا، تمام. قبل كانت هي قائد فرقة عربية، هيك كان هاد اول مرة هلا بالامتحانات النقابة
صار في انه هو قائد اوركسترا. خلينا نتابع شيء من عمل فرقة سيد درويش بعد ما نرجع. تفضل. الزاني وعرف غرامي، الزاني وعرف غرامي، صادوني سيد الحمام، صادوني سيد الحمام. أستاذ رشيد، جميل يعني هذا النوع من التشاركية مع المايسترو ميساك باب بودريان. يعني ماذا أضاف لعمل الفرقة في تلك الحفلة وفي حفلات أخرى؟ أضاف الكثير. المايسترو ميساك غير الموضوع التقني كقيادة أوركسترا، عنده وجهة نظر عميقة وبعيدة المدى بأي شغل بيفوت فيه او بيستلمه، بيضيف له الكثير. يعني حتى بالاوركسترا السيمفوني، يعني الموضوع ما انه موضوع بس تقني انه قيمة الالات بدها تفوت كذا، الاله الفلانيه ليفل الصوت بين كل اله والثانيه، غير هاي الامور التقنيه. الاستاذ ميساك عنده وجهه نظر باخراج العمل، بيدقق على تفاصيل كثير، انه مثلا المؤلف شو بده، كان شو الجو او المناخ او الظرف اللي الف فيه هذا العمل وليش الفه، فكيف نحن بدنا نحاول نوصل فكرة المؤلف بشكل صحيح. بفوت بتفاصيل موسيقية كتير صعب انه تيجي ببالنا. يعني هلا حضرتك ملاحظ استاذ رشيد انه في ميل اكثر، يعني حتى العزف ضمن الفرقة السيمفونية، مع انه اتجاهك في مجال التوزيع والتأليف عم نحسه على الجانب التراثي او الجانب العربي اكثر، يعني من أكثر نجدك تميل للفرقة السيمفونية عن الفرقة الوطنية للموسيقى العربية أو لا؟ معطيات الفرقة السيمفونية مختلفة. يعني في شقين، في الشق الموسيقي أول شيء، يعني أنه هذا المجال كونه هو مو مجال عطول موجود متوافر، وأنا بحاجته كمؤلف وكموسيقي. يعني نحن بندرس بالمعهد العالي كمان غربي كلاسيك، فقدر تابع وحافظ على هذا الجو، فأنا يعني أفضل لي موسيقيا أن يكون بهذا المكان أقدر حافظ. أما الشرقي هو بالفرقة العربية ولا بغيره، أو أنا يعني موضوع متشربه ضمن تركيبتي، يعني ماني بحاجة أخده أو عطول مارسه بمكان معين لمني. أما على الصعيد الثاني، في شق إداري، في شق أخلاقي. يعني أنا يعني من قبل 2000 بلشت بالأوركسترا السيمفوني، قبل ما فوت على المعهد العالي كطالب شهرين. أنا طبعا اللي حضرني واللي درسني بالمعهد الأستاذ رعد خلف، اللي له الفضل الأكبر علي. فقبل ما فحص القبول تبع المعهد أخذني لعند الله يرحمه الأستاذ صلحي، سمعني مشان فوت بمعرفته على المعهد. دغري قال له إنه الأستاذ رعد إمتى بروفة السيمفوني جاية؟ قال له هلأ بتذكر، قال له الثلاثة، قال له يعطيه نوطات تتمرن ويجي يعزف. فأنا عزفت قبل ما فوت على المعهد بتستا كمان مع الأوركسترا السيمفوني، واستمرينا طول الفترة. فهي في شيء أخلاقي بيلزمني بهذا المكان، أضف إلى أنه الأوركسترا السيمفونية كمؤسسة ضمن الدولة إلى معطيات وثوابت أكثر من غير فرق. يعني في إلنا فحوص، نحن أساسا بنقعد كل واحد بأي سيبة شو المستوى تبعه، في إلنا رواتب واضحة من الدولة، فكيان التنظيمي أوضح من باقي الفرق. مجمل هاي الأشياء بتخليني إنه ملتزم هون أكثر. ولكن الشغف بالموسيقى العربية هو كان بعملك الخاص. هذا أنا بقدر أعبر عنه مشروعي. حضرتك. هلا حنحكي، ما إنه عم نحكي عن عملك خلال السنوات السابقة، يعني في إنجاز أيضا. حضرتك كنت
قائد أوركسترا الموسيقيين السوريين، وهي أوركسترا ضمت تقريب 40 عازفا من داخل سوريا وخارجها، وغنى معك عدد كبير من النجوم العرب والعالميين في تركيا، بريطانيا، ألمانيا، الدنمارك، هولندا. خلينا نتابع مقطع من الحفل وبعدها نرجع لنسأل. أستاذ رشيد، يعني استقطاب نجوم ونجاح يحقق، مثلا طبعا الحفل هو في المسرح الملكي في لندن، هو أحد الحفلات التي أقيمت. استقطاب نجوم مثل رشيد طه، فيا يونان، حتى نجوم بريطانيين لهم اسمهم في الساحة الغنائية، كيف عملت الفرقة على استقطاب هؤلاء وتحقيق هذا النجاح؟ والإعداد والاستقطاب هو مو من عنا نحن، دعينا يعني في شيء عالمي كان يعني بخص سوريا، إنه إلقاء الضوء على الموسيقيين السوريين اللي عم يكافحوا، يعني إن كان مهجرين سافروا تحت ضغوط، يعني ما حدا بيطلع من بلده هو بيطيبه أو بخاطره يعني، بس ضغوط البلد كانت صعبة شوي عليهم فاضطروا طلعوا، أو الموسيقي السوري اللي عايش دوات البلد ومتمسك ببلده ما بده يطلع، بكافة بالحالتين في ضغط، ولاحظوا أنه نحن متمسكين وعم نشتغل وعم نعمل مشاريع، فحبوا شركة الأفريكان إكسبريس تلقي الضوء على هذا الموضوع، وهني صراحة اللي عملوا هذا التجمع وحققنا نتيجة كتير حلوة برا فيه، يعني العالم أخذت فكرة أنه بسوريا في موسيقى وفي فن وفي عازفين وفي مشاريع حلوة. أحد المسارح كان فيستيفال بالهواء الطلق، في تقريبا 250 ألف متفرج، خيم طبعا منتشرة على الجبال وشاشات عملاقة جدا، كتير انبسطوا، كتير أخذوا ما فكرة. ما حد هذا الشيء لشيء مستقبلا مثلا حفلات إضافية أو شيء؟ أي ممكن في شيء عم ينحكى فيه قريبا، ممكن إنه يتزبط، يعني في فكرة هلأ الصيفية جاي يكون في شيء، يعني إن شاء الله إنه يزبط. فبالنهاية الحفل 250 عم بيهتفوا باسم سوريا بدون أي محسوبيات تاني، بدون أي معزل عن أي اتجاه سياسي، فقط عم بيقولوا سوريا سوريا، فكان شيء جدا مؤثر بالنسبة لنا. يعني أسمى مهمة هي رفع اسم سوريا الوطن عاليا، يعني خارج هذه الحدود خصوصا بهذا الوقت. حضرتك أيضا العازف الأول في أوركسترا السيدة فيروز من عام 2009، وقمت بالتسجيل معها كسولو على آلة المندولين في ألبوم في أمل. ما الذي، كيف وجدت العمل بداية مع السيدة فيروز؟ هلأ كتير استفدت وكتير تأثرت بشغل فيروز وشغلي مع زياد رحباني كمان، هذا معزل عن فيروز. أنا بلشت من 2006، كنا 5 آلات تقريبا من سوريا والباقي أوركسترا أرمنية، هاي بلشنا من 2006 تقريبا معهم. بال 2008 لما إجا زياد رحباني على سوريا وعمل أول حفلة بعد غياب كبير كتير، تفاجأ شو في إمكانيات بسوريا وإنه في من كل الآلات وفي عازفين كتير أوايا، فتم التنسيق معي إنه فينا نستغني عن الأوركسترا الأرمنية، وفي ناس بتعزف شرقي وغربي سوريين، فصارت الأوركسترا كلها سورية. طبعا تعلمت كتير من الست فيروز، أهم شيء تعلمت الانضباط. الست فيروز عكس المغنيين الحاليين ما منشوفهم ولا بروفا، يعني إذا إجوا على البروفا الجنرال بكون كتر خيرهم، أحيانا منشوفهم على المسرح. الست فيروز نحن منبلش أسبوع كامل قبل الحفلة بروفات، صبح ومساء 4 ساعات و4 ساعات، يعني مجمل 8 ساعات. منجي على البروفا منلاقيها موجودة قبلنا ومنفل وهي لسه موجودة. يعني
الفنان عاصي الرحباني معروف عنه كان الدكتاتورية بقيادة العمل، هل كان هذا الشيء مع زياد رحباني أيضا؟ زياد أنا ما صادفته مع فيروز ولا مرة، شغله منفصل. ما نو دكتاتوري، لا في سلاسة أكثر من بظن من رشيد هلال عاصي. أخذ هاي الروح؟ أي طبعا استفدت كثير كيف بن زياد. قصدت يعني انه الديكتاتوريه بقياده العمل حضرتك قائد هلا بده اوركسترا. يعرف الشخص ايمت بيكون ديكتاتوري وايمت لا، بس اجمالا اي في عندي نوع من الديكتاتوريه. خلينا نتابع شيء من حفل مع السيده فيروز بعد بنرجع. من حفل فيروزيات الحب اللي أقيم بدار الأوبرا، شو الشعور اللي يعني بيراودك لما بتكون عم بتتابع شيء من عملكم؟ تحديدا هاي الحفلة يعني شوي كانت مفصلية يعني بالجروب اللي أنا عامله البيليف باند. هاي تاني حفلة بدار الأوبرا، وأنا صراحة تفاجأت يعني إنه لما أعلن عن بيع البطاقات، مع انه مو مثل العاده قبل مثلا بدار الاوبرا بيعرضوا قبل 3 4 ايام بيعلنوا انه في بيع بطاقات حيصير باليوم الفلاني. حفلتنا قبل بيوم المساء بس قالوا اعلنوا انه بكره ببلش بيع البطاقات، ففاجأت انه بنفس اليوم خلصوا البطاقات. هذا كثير فرحني انه مو نجم، يعني في عندنا نجوم كثير، عندنا فنانه ليندا بيطار، كارمن توكمجي، ميس، يعني نتعودوا انه تعودنا النجوم هدول دغري الناس بتركض انه مفهوم النجم عنا بدهم يجوا يحضروا وكذا. طبعا انبسط انه هدول حققوا نجوميه، فنانات سوريين. انبسطت انه هو باند، يعني ما نو يعني ما في حدا منهم للمغنيين الستة انه نجم او معروف او كذا، فالعالم اجت على اسم الباند وعلى اسمي، فكتير كنت فرحان انه خلص البطاقات البيع بنفس اليوم. حتى بمشاهدات الدار باللايف تبع الدار في مشاهدات لكل حفله، اعلى المشاهدات محققه الحفله كانت، فكثير شيء افرحني. حلو كثير. اسئله كثير بتراودنا يعني استاذ رشيد، عم تحكي كنت عن اسماء يعني مغنيات سوريات فعلا لمع اسمهم، منهم ميس حرب زوجة حضرتك. بنسال حالنا الى اي حد رشيد هلال مع حفظ الالقاب كان له دور في هذا؟ لماذا هل يظلم دائما الفنان او الموزع او المؤلف الموسيقي؟ سنتحدث في كل هذه التفاصيل، سنكون عن قرب اكثر من ايضا اوركسترا سيد درويش، ولكن بعد الفاصل اذا تسمح لنا. تفضل. من عالينا له يا عليلا
استاذ رشيد، يعني اكيد تحيه كبيره للفنانه ميس حرب. كثير من الاسئله راودتنا، خلينا نحكي مع حضرتك قبل ما نفصل اكثر باوركسترا سيد درويش. هل ظلمت ميس حرب؟ هل ظلم رشيد هلال؟ وشو السبب؟ لك ظلم، يعني ما فينا نسميه انه ظلمنا ظلم، يعني شأننا شأن اي موسيقي سوري بيحاول يثبت وجوده ضمن البلد. الاعلام بشكل عام مقصر عندنا، يعني ما في رعايه خصوصا بالمواهب الجديده بالافكار الجديده. يعني دائما انا كثير بحب اعمل شيء جديد، دائما في فكره جديده اطرحها ما معموله قبل. بعاني كثير لوصل الفكره لاي مؤسسه، ان كان بالاذاعه ان كان بدار الاوبرا ان كان بالمعهد، لفهمهم انه يعني شو قصدك، انه شو بدك تساوي، ما عرفنا يعني كيف، يعني انه شو شيء مو مطروح سابقا، ممكن بصير التاويلات انه هيك لا في منا. طب يعني هذا الغموض دائما بالحداثه وبالتجديد كان يعمل مشكله، يعني وصل لدرجه انه انا اعمل لكم الحفله يعني بعدين توافقوا لي عليها، يعني مثلا عرفتي شو الفكره، او اعمل لكم اللحن وسجلوا وزع وبعدين تقولوا لي انه نسجل لك، ما بتزبط يعني. فانتم بدكم تبنوا هذا الشيء ليبين بعدين، فهذا الموضوع كثير كنت اتعب فيه. هذا واحد، هذا جهه ثانيه، في تقصير اعلامي بشكل عام، يعني بمواجهه الشركات اللي يعني اللي بالخليج واللي بتسعى وراء الربح وما بيهمها الماده الموسيقيه. وهي يفترض نحن مؤسساتنا الحكوميه بالاذاعه والتلفزيون بالهي يعني يكون في بمواجهه هي النقيض. يعني اذا هل نحن بحاجه مثلا وجود شركات انتاج موسيقيه، شركات خاصه مثلا؟ لماذا بقي رشيد هلال وميس حرب باتجاه ملتزم؟ يعني حتى حضرتك ضمن الاوركسترا كان في شيء التزام ملتزم، وبجانب اخر كان في اتجاه نقدي ايضا اجتماعي بنمط ما يقدم. يعني ما رحنا ورا السوق ورا ما يقدم وما يمكن ان يكون اكثر انتشارا او اكثر، يعني لماذا لم هناك مشكله في المال مثلا، يعني الانتاج عمليا؟ طبعا نحن من زمان انتاجنا نحن شخصي. طب ليش نحن بعض الموسيقيين بنلاقي وصلوا بشكل او باخر برأي حضرتك؟ موسيقيا من عندنا من هون مثلا طاهر ماملي، هلا اياد رماوي، اطار الموسيقى التصويريه يختلف. هي انت فيه، لانه هلا بشكل عام في شركات انتاج للدراما. هون هاي الموسيقي هون ما عاد صفى محسوب هو موسيقي وعنده اعمال موسيقيه، هو صار جزء من حاله دراميه. الحاله الدراميه والافلام والمسلسلات في لها تمويل عكس الموسيقى عندنا. فهذا الشيء خدمهم اكثر، يعني هي وسيله انتشار. طبعا نحن نفتخر فيهم كلهم اللي ذكرتيهم، فهي وسيله انتشار اسهل، يعني بالعكس بياخذ مصاري والمسلسل بينتشر، يعني حينعرض بالحلقات فهو بينعرف اكثر. بس شركات تتبنى اعمال موسيقيه بس واغاني ما في. تخصصت بالتجديد، يعني من خلال اوركسترا سيد درويش، تطوير الاغاني التراثيه، معالجه تطوير عدد من الاغاني التراثيه، الكورال ايضا، الفرقه بليف، الجروب بليف جروب، الهند المغنين الستة، المكون من 6 أصوات وبتأليف ألحان مضافة للحن الأصلي. خلينا نشوف شيء من شغلكم ونرجع. تفضل. ربط أيدي يا وداد، يعني الكورال الموجود ضمن فرقة بليف جروب، كيف كان اختيار هاي الأصوات أستاذ رشيد؟ والله هي كانت يعني فكرة جتني إنه نوع من الهروب من المطب اللي وقع فيه الموسيقى الغنية العربية. يعني الكل عم بيحكي عن ترهل الأغنية العربية، عن اشترار الألحان اللي صارت مطروقة جدا
وعم تنعاد نفسها ونفس التيمات. فهذا الاسلوب متبع برا ومعروف يعني بالغرب وبكل العالم، يعني ما هو موجود عندنا بالشرقي يعني. فحسيت انه ممكن يكون مخرج يعني لتعملي شيء جديد، تعملي فكره جديده، وتقنيا يعني تبلورت الفكره براسي شو كيف ممكن اعمل التجديد. هو انه بالشرقي وبالربع تون تقدري تعملي هذا الخلط بين الكورال، هذا لسه جديد يعني، ما تسلط الضوء عليه، خصوصا اعمال تراثيه، اعمال معروفه للعالم وبتحبها يعني. فاجت الفكره ببالي بحيز التطبيق كان في صعوبه يعني. نحن صفينا هون عندنا بالبلد على طول عم نكتب على قياس الناس اللي موجوده تأدي، يعني ما عندك خيارات، ومعي سته فعددهم كبير، اذا نقص واحد منهم كمان مشكله، صعب تلاقي بديل لان هن خامات صوتهم معينه يعني، مو انه اي سته، في الباس، في الباريتون، تينور، التو، ميتسو، سوبرانو، سوبرانو. فانت راح هذا الصوت بدك تجيبي من نفس الخامه، بدك تجيبي مغني، فوين بدك تلاقي؟ عرفت شلون؟ كثير عانيت من هذا الموضوع لقدرت امنت ست مغنيين. ومع ذلك لهلا لحد الان بيصير في شغلات، مثلا حدا سافر منهم، صار ظرف معين، بنرجع لنفس المشكله وبنرجع لنفس كان في قابليه للتجديد بشكل او باخر يعني، اما تقليل الاصوات او يعني زيادتها او استقطاب اصوات جديده او ايه احيانا يعني في حلول بديله كانت ايه مثلا هلا في كفر مسجلينه رح نصوره قريبا وننزله للجروب، خليتهم اربعه مو سته لهي الاسباب اللي عم نحكيها يعني. هي مشكلتنا دائما عندنا بالموسيقى هون على طول يعني، بيقولوا وجود بالموجود. فنحن عم نشوف شو حتى احيانا الاوركسترا لما عم نكتب مثلا مين عازف الاله الفلانيه انه قديش بيقدر يعزف يعني، بنكتب له قياسه، ما مو مثل ما انا بخيالي بيقول لي او شو بدي يعني، مشكله طبعا حقيقيه وعم نواجهها كثير بالاوركسترا السيمفوني. يعني معاناة كبيره يعني، في كثير من الموسيقيين هون سافروا يعني خسرناهم للاسف، كثير شيء مؤلم، فضل العمل والاجتهاد على الموجودين. حضرتك تخصصت بمجال التراثي الموسيقي بالسويدة مثلا، او بتشعر نفسك انتشرت يعني بالاهتمام الموسيقي على مستوى سوريا؟ لا، وبالوطن العربي يعني، الحفله الاولى بالبليبيلي قصدت الاهتمام بالتجديد التراثي تماما بس بسوريا او لا؟ لا، ما بقول لك الحفله هلا مع ميس بلشنا بالتراث المنطقه الجنوبيه طبيعي لانه هو تراث بلدنا نحن طبعا، محل نشاتنا، وبعدين توسعنا هلا بالسي دي الجديد لميس في شيء من تراث الدير عاملينه يعني، اتجهنا اوسع. ومع البيليف باند اول حفله هي موسيقى من كل الوطن العربي، اشتغلنا المصري الصعيدي، اشتغلنا العراقي، اشتغلنا السوري اكيد طبعا، اشتغلنا الموشح. لا الموضوع عام طبعا، بس بالنهايه الواحد هو بيروح للمكان الاساسي اللي طلع منه، فهو بحسه اقرب له يعني وقريب من القلب يعني، التراث الغنائي بيقدر يعبر عنه اصدق. السويدة جميل جدا، هي شغله الاتجاه نحو العالميه للمؤلف او للمغني، ابدا مو انه يغني غربي او لا، هو العالميه او الانتشار الصح، هو لما يطلع من منطقته يؤدي تراثه. واكبر مثال على ذلك الله يرحمه الاستاذ فهد بلان، لونه لون السويدة ولون الهي، هو وصله له يعني، ما قلد فلان وعلد علتان ولقنا باللهجة الفلانية. في نداءات كثيرة أستاذ رشيد بالتوثيق، أنه نحن بحاجة لتوثيق الشعبي أو التراثي الموسيقي، نحن بحاجة لهذا الشيء، بحاجة لهي الجهود الموجودة. خلينا نتابع شيء أيضا من عمل الكورال وبعد كمان بنرجع. تفضل. ما قلتك يا بطل يجي علينا، طلعت له شجرة ودربه، قطعت الشوف علينا. ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا، ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا، طلعت له شجرة ودربه. Oh,
يعني تابعنا شيء من عمل الكورال. خليني اذكر اسماء المغنين في الكورال: هبه فهمي، حلا طراد، ياسمين حمد، ريان جريره، عبد الملك اسماعيل، وروجيه اللحام. فعلا التوفيق بين الاصوات المختلفه هو ممكن يكون بشكل صعوبه، انتقاء الاصوات، الاغاني المناسبه لهي الاصوات مهمة صعبة بالنسبة لحضرتك. لما بتذكر ثنائيات مثل الرحابني مع السيدة فيروز وسمير كويفاتي مع ميادة بسيليس مع حفظ الألقاب، بنقول رشيد هلال وميس حرب. ليش حضرتك يعني بالكورال احنا كنا محتاجين لانتقاء أصوات وكذا، ليش ما اختصيت أو كنت فقط عم تعملوا يعني مشوار خاص فيكم مع السيدة ميس؟ هلا رح جاوبك على هذا الموضوع، بس بدي اعقب على الموضوع اللي كنا ذكرناه لانه انسار، بس مشان نوضح للمشاهدين موضوع تجديد التراث. هلا التوثيق شيء والتجديد شيء ثاني. اكيد. هلا انا عم بحاول ادمج بين الاثنين. المشكله انه مو كل العالم هي قدراني تسمع وتميز اللي عم بيصير، انه دغري اخي عم تشوهوا التراث وكذا. هلا اي في ناس عم تشغل التراث عم تشوهوا. اللعبة وين أو المصداقية وين؟ إنه في تيمة تراثية معينة أنا لما عم بقدمها عم بحافظ عليها، عم بزيد عليها أصوات، أما أنا عم بقدمها كمادة خام هي واضحة، يعني هي موجودة. في فرق عدلت يعني وانشهرت فعلا. هلا التعديل خطر هون، إنك تعدلي. هلا في خصوصية بنسميها كومات للتفاصيل، العلامات بتخص كل منطقة، وسمعيا مو أي واحد بيقدر يتعامل مع هذا الموضوع. الموضوع صعب للاسف. الفرقه اللي عم تجدد التراث على الربع بمول هي الانصاف التون الكومات عم تلغيها، عم تعملها غربيه، هي جريمه. او عم بيجي مؤلف طبعا بدون ذكر اسماء بيجيب تيمة مثلا معين بغير النبض الايقاعي تبعها كله. في فرق صغيره عم تكون من الناس يمكن بيكونوا ما لهم هالقد اختصاصيين، عم يعملوا فرقات وعم يسموها والميديا عم تساعدهم لحتى ينتشروا اكثر. هاد غلط، هاد انا ضده. طيب بين هاي الفرق استاذ رشيد وبين يعني هلا نسيت السؤال، كان السؤال عن الرحابنه وعن ميادة بسيلو سمير كويفاتي، بس خلينا هلا بنرجع بنحكي عنه. بين يعني هيدا يمكن الواقع اللي عم نشوفه، كيف عم يعني ليش مثلا ضليت يعني وين بتلاقي حالك مثلا مع جوقه؟ عندنا جوقه الفرح الياس ابونا الياس حلاوي، عندنا لونا حسام بريمو المايسترو حسام بريمو، عندنا سيد درويش، عندنا فرق ما بدنا نذكر اسماء هي موجوده ومنتشره. وين بتلاقي سيد درويش موقعه؟ لا انا بعيد عن كل هذا الطرح، لانه يعني انا فايت مغامره التجديد بقوه وما حدا يعني في خط خاص متميز عن كل ما يقدم. هلا اول شيء انا كثير ملتزم على الصعيد الفكري وعلى الصعيد الموسيقي. خلينا نحكي فكريا، انا كثير ملتزم بقضايا المجتمع، بالحاله اللي عم يعيشها المواطن. هاي ناحيه موسيقيه، انا عم بنبذ كل التقاليد والاشياء التقليديه بالتاديه الموسيقى، وهي بدها مغامره، مو اي واحد في يعني تحتمل النجاح تحتمل الفشل. فصعب حدا يخاطر. يعني انا بعتبر انه لا، انا بدي غامر هذا الموضوع في سبيل نوجد صيغه جديده، طرح موسيقي جديد للاغاني، يعني بكفينا رجعيه بالتعاطي مع الموسيقى، انه التراث كما هو والاغاني نفسها والتيمات نفسها لوازم الكمانجات نفسها والاكوردات نفسها. اختصيت بهذا الخط، ما رحت على تلحين شارات، ما رحت على جوانب اخرى. ما عرض علي والله، يعني عرفتي شو الفكره، يعني انا مو ضد بس ما عرض علي. بس كنت عم تطلق الحريه لميس حرب مثلا، انه هي ممكن يعني كان في بعض الاحتكار مثلا، بلاقي سمير كويفاتي احتكر ميادة بسيليس. رشيد هلال ما احتكر ميس حرب، هي حره بالعمل مع غيره وهيك، وهو نفس الشيء. هلا ما فينا نقول استاذ سمير احتكر، لا بس جانب الايجابي اكيد شكل ثنائيه جميله جدا، هن ما لقوا حالهم غير مع بعضهم. يعني وحضرتك قلت بلقاء سابق انه انا ما بحس حالي يعني انه يعني اكثر صوت ممكن اشتغل معه بشكل جيد وعنده هي الثقافه الموسيقيه هو ميس حرب. هو السؤال اللي ممكن يخطر بالذهن انه ليش ما شكلتوا ثنائيه مع بعض؟ نحن شكلنا ثنائيه، قصدت يعني يعني كنت عم تشتغل مع كورال، ليش ما كنت عم يعني كان الهدف الاساسي انه تعملوا ثنائيه مثل الامثله اللي ذكرناها؟ نحن عملنا هذا الثنائي موجود، وحتى الرحابني عاصي عمل اعمال لغير فيروز، وفيروز غنت لعبد الوهاب ولفيلمون وهبي، عرفتي شو الفكره؟ فنحن لا بالعكس، نحن مشروعنا واحد ونحن ملتزمين ببعضنا، بس هذا لا يمنع انه في افكار في اشياء بتحب تعملها ميس. هي هو الالتقاء التقاء فكري. نعم.
في جانب فكري نسبته كبير كتير نسبة الالتقاء بينه وبينه، بس في تفاصيل عندي أنا هي بجوز ما تكون مقتنعة فيها والعكس صحيح. فهاي في مجال على فكرة ما إنه كبير، يعني في مجال يعني أقول أنا أعبر عن أشياء تانية ما بتقاطع فيها مع ميس بأشياء خاصة فيني، ونفس الشيء ميس هو التنوع أشياء ممكن يعطي إبداع أما أكثر. أما أما الحجم الأكبر لا، هو مع بعضنا. إحنا اعتدنا كمتلقين اعتدنا على الثنائيات على الفرقة الواحدة الثابتة اللي بتكون، ونحن ثنائي والالتزام الأكبر مع بعضنا. يعني حيز شغلي بدون ميس أو حيز شغله بدوني كثير ضئيل. يعني خلينا هيك قبل ما نروح على الفقرة الأخيرة صدى، بس نحكي عن التأليف الموسيقي عند حضرتك. مقطوعات جميلة جدا كنت عم تشتغل عليها، منها روح وسوارات وغيرها كمان. هل بتعتبر حالك مقل بالتأليف الموسيقي؟ طبعا أنا لأني يعني هذا الموضوع ما صار لي كتير فايد غماره، يعني فترة طويلة لمنه بعدين بلشت حس إنه لازم أعمل ويطلع معي أفكار ويطلع معي أشياء. فالموضوع إنه حداثة عهدي بهذا الموضوع هو اللي خليني مقل، اما لقدام لا، الامور ماشيه في مشاريع كثير لقدام واعمال كثير تتالف وتنشغل اكيد بانتظار كل هذا الابداع. مايسترو خلينا نروح على شيء لميس حرب ورشيد هلال وبنرجع. تفضل. استاذ رشيد رح ننتقل مباشرة، الوقت عم يمضى معك بسرعة ما عم نلحق يمكن نتوسع بكل يعني الأسئلة اللي ممكن تراودنا. هننتقل لصدى ونرجع لنسمع شهادات رأي من أصدقاء ومن اختصاصيين وبعدها نرجع لكمل. تفضل. رح نبدأ مباشرة بشهادة الفنانة ميس حرب وبعدها بنرجع. تفضل. ولا مرة فكرت شو بدي احكي عن رشيد بشكل رسمي، ما بعرف شو بدي اقول، ما حضرت، بس ان شاء الله ما اضطر اعيد الفيديو. ما بدي احكي عن رشيد من الناحية الموسيقية لانه شغله بيحكي عنه ونجاحه بيحكي عنه، سواء بمشروعي انا وياه ولا بمشروعه الخاص بعيدا عني، نجاحه بيحكي عنه. خليني احكي عن رشيد مثلا من الناحية الشخصية، قديش صبور رشيد، قديش بيجتهد، ما بيمل من الشغل، عنده حالة قلق تجاه شغله بتخليه دائما يحمل مسؤولية مضاعفة تجاه كل شيء، بيشتغل على أدق التفاصيل، وأنا هدول ما عندي إياهم. رشيد قديش عرفت إنه، أو مو عرفت، قديش حسيت، لأني أنا بعرف قديش، بس قديش حسيت بأهمية وجوده بقربي، أهمية وجودك بقربي. قديش فقدت لعنصر الأمان، لأنك كنت مش بس السند، كنت الأمان. قلت لك 100 مرة أنه رغم أي خلاف أو اختلاف بيصير بيننا، بس وجودك هو الأمان. منحبك أنا وسلطان، كثير منحبك، قد الدنيا منحبك. هلق شو بدي أسأله لرشيد؟ هلق هون فكرت، يعني ها قلت من
نسأله سؤال تعجيزي، بلكي منعجزك شوي. لو عندك فرصة وحيدة لحتى تغير شي وحيد بحياتك وبحالك وبمرتك حضرتنا وبابنك بابننا سلطان، شو بتغير؟ واشتقنا لك حبيبي. تحية كبيرة للفنانة ميس حرب، مغني سوري نعتز فيها. أستاذ رشيد، يعني فيضنا الحب، حكيت عن القلق وفكرة السفر والأمان اللي بتلاقيه بوجود حضرتك، إلى أي حد يعني نجاح أو وجود ميس حرب بالساحة الفنية له علاقة يعني بتوجيهاتك أو وجودك جنب العفوية اللي هي الروح اللي بتتمتع فيها ميس حرب، وجوابك على سؤاله؟ هلق أكيد أي اثنين يكونوا مع بعض بدهم يكملوا بعض، يعني مثل ما في أشياء هي ما أنا موجودة عندها موجودة عندي، كمان العكس كمان صحيح. هالتواضع يعني في أكيد أي كابلز بدهم، يعني ما في معنى لوجودهم إذا ما في نواقص هني بيعبوها مع بعضهم لمنه يكون يعني الشراكة إيجابية. يعني فمثل ما الدقة والتركيز على التفاصيل يعني أنا بضيفها بمشروعنا، كمان الأمور بدها أحيان عفوية، بدها إحساس أكثر، بدها يعني تماماً هذا الأشياء كمان مو موجودة عندي، هي بتخفف من حدة هذا الموضوع تبعي الموجود يعني. يعني لا بده يكون هون الجملة أسلس ومتى تكون أوكي لا كتير تفكر فيها، يعني خليها على طبيعتها أكثر، غير انه هي حتى سمعيا افضل مني يعني ما يسمع، انه هي يعني مغني وتعودين المغنيين انه بس بيغنوا، هي من لما فاتت على المعهد بتنوط بدون ما تعزف اي آلة موسيقية، بتدور حتى اعلى درجة بالعملية هي حصلت عليها بالمعهد. جاوبك على سؤالها بس مشان الوقت. سؤالها يعني انا ما اكيد ما حغير شيء. سلطان ما حكينا عن سلطان يعني مشروع مايسترو. سلطان يعني لمست موهبة كتير كبيرة عنده يعني من صغر، يعني ولو هيك أنا ما كنت فولته المجال أساساً يعني. وهو يعني كمان شغلي إلى حدين يعني سلبي وإيجابي، هو خلق بجو موسيقى يعني ما صار عنده اللهفة إنه أنا بدي أتعلم أو إنه شوف مثل باقي الأطفال، لا هو يستوعب يعني في الواحد في الصبح بيتمرن هيك يعني، عنده واحد بيطلع من البيت ليسجل أو يعمل بروفا يعني أو يفتشوا الفكرة، فطلع يعني وخلق على المسرح فيك تحكي يعني. يعني فرضة عن الواقع يمكن الموسيقي، إذا بدنا نقول بالجانب الموسيقي اللي عم بتعيشه، ما في فكرة مثلا بالتأسيس بالخارج، السفر والتأسيس بالخارج، حضرتك أصرت تبقى بالبلد وتشتغل من داخل. ميس ما ضد فكرة السفر، بس ميس أجبرت الفترة هاي تضل مشان سلطان لأنه صعب يضل يكون موجود هنيك بدون وجوده، ولا كمان ميس لو هي ما اكيد ما فكرت بالموضوع كان رح تضل هون اكيد، وهي هي بين هون وهنيك بس مجبره تكون هنيك اكثر. السبب الرئيسي سلطان وتامين مستقبل سلطان ودراسته. واضف الى ذلك في شغلات ثانيه صار يعني انه ما عاد بدها فيزا لتعمل حفلات باوروبا بكذا، فوجودها هنيك اسلس يعني. احنا دائما بانتظار ابداعكم حضرتك والسيده ميس. خلينا ننتقل لشهاده الدكتور المثنى علي وبنرجع. تفضل. لفت نظري وعجبني قديش رشيد هلال بيهتم بالتيمات التراثية، يعني بيكون في لحن معين احنا نسميه مثلا فولكلور، فممكن يكون هذا الفولكلور من المنطقة الجنوبية، ممكن يكون من تراث دمشق او بشكل عام يعني فولكلور سوري. فموضوع الاحتفاظ بهي التيمات وتطويرها، يعني انه نضيف عليها بعض احيان اصوات، ممكن يكون توزيع هارموني أو ممكن يكون إعادة تقديمها بطريقة عصرية، يعني الآلات اختلفت والمعالجة والميكسينج والماسترينج اختلف، لذلك إعادة إحياء هاي الألحان الفولكلورية هو جهد يعني مشكور رشيد عليه، وهو مطلوب من كل حدا فينا لأنه هذا هو اللي بالفعل بيرسخ إلى حفظ التراث. شهدنا من فترة موضوع القدود الحلبية كيف كانت من التراث المحفوظ لدى اليونسكو،
يعني هاي التجارب اللي هي فردية حاليا، ولكن هي للمستقبل بتصير جمعية، وبعدين ممكن تتطور أكثر لتصير يعني من المحفوظات الجماعية. مشكور على هذا الجهد، الله يعطيك العافية. السؤال مثلا، أنا بتشوف يعني أكثر أنه التنفيذ اللايف مثلا، حفلة نطلع فيها نعمل حفلة نقدم فيها الأعمال، ولا استوديو؟ شو بتشوف الـ يعني الأنجح بالنسبة لخبرتك له؟ علي رئيس دائرة الموسيقى في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وأستاذ ورئيس قسم الموسيقى الحجرة في المعهد العالي للموسيقى. جواب حضرتك على السؤال. طبعا دكتور مسنة من الناس المجتهدين واللي كفى دراسته بعد تخرج المعهد ببلجيكا، وعمل تطوير كبير بالإذاعة والتلفزيون وحتى بخلال المعهد، وخبرة وقيمة فنية عطول مستشيره بأي شيء نشتغله. بالنسبة لسؤاله، يعني الموضوع مفروغ منه، اللايف هو الأساس، المسرح هو كل شيء. استديو ما في شيء عاطفي، ما في متعة، شيء معلب. يعني احيانا بناخذ تكات، ناخذ علامات قليله بنعزفها لحالها وبنعيدها، شيء تقني كثير. يعني مع انه اللايف فيه صعوبات وبيحتمل اخطاء، هاي ممكن هاي الصعوبه وهاي الاخطاء هي اللي بتعمل التوتر، بتعمل هاي الاحساس وردة فعل العالم، الجمهور حول شيء اللي عم تعزفيه. يعني هاي المتعه ما واصدق اكيد. خلينا ننتقل لشهاده ايضا مايسترو والصديق طارق سكيكر، بنرجع تفضل. اول ما خبروني عن رشيد هلال انه بدي اطلع اليوم معكم واحكي عنه، هيك رجعت بذاكرتي شوي لورا، تذكرت انه بال 99 2000 كنت اول مره بطلع فيها على ستيج، وكان اول عازف فيولون عازف انا وياه كان هو رشيد هلال. فموسيقيا نحن تربطنا علاقه كثير قديمه، من اول موسيقيين اللي عزفنا سوا. وبحكم صداقتي وقرابتي منه كصديق، بعرف كيف تطور موسيقيا. هو مو بس عازف كلاسيك كثير منيح، هو لا، فات بالموسيقى الشرقيه لابعد حد. صار عنده مشروعه الخاص، اتجه كمان للتاليف الموسيقي، وبعدها اتجه للتوزيع الموسيقي. احيانا كثير بيكون لي الحظ انه بيسمعني الموسيقى اللي عم يالفها والافكار اللي عم بيحطها هيك على الموبايل او بيعزفها قدامي، فكون من اول الناس اللي بسمع هذا المشروع وكيف عم ينبنى اول باول. رشيد، من زمان انا بيخطر على بالي سؤال بدي اسالك اياه، من وقت ما بتسمعني الموسيقى اللي عم تالفها، هل انت من انصار انه المؤلف الموسيقي اللي بيألف الموسيقى هو نفسه الشخص اللي لازم يوزعها ليعمل التوزيع الموسيقي لها، بحكم انه هو ادرى بالاتجاه الموسيقي اللي بدها تروح عليه، ولا لا انت مع فكره انه ممكن اللي يألف الموسيقى شخص واللي يعمل لها التوزيع الموسيقي هو شخص ثاني؟ شكرا للمايسترو طارق سكيكر، جواب حضرتك على السؤال. طبعا بدي اتشكر الاستاذ طارق، مايسترو اثبت حاله بالوطن العربي، مؤخرا كان مع محمد عبده مع كاظم الساهر، ونحن بنفتخر فيه، صديق عزيز وغالي. يعني هاي الشغله ما موجوده غير عنا، انه حدا بيوزع وحدا بيالف. يعني هو عالميا معروف، في كومبوزر هو بيالف القصه وهو بيوزعها. يعني عنا ما بعرف ليش انه في حدا بيعمل تيمات لحنيه وبيجي حدا بيوزع له اياها. يعني صعب انه يعني يكون العمل متكامل بهاي الصيغه، يعني بصير في وجهتين نظر لانه ما في دراسه عندنا من سابقا. يعني حتى عبد الوهاب ما كان يوزع. هلا بنشوف حضرتك اكثر عم تشتغل على التوزيع، يعني هلا في يوزع اعمال معينه، يعني هي في حالي خاصه لان ميس كثير قرب بعضنا فكريا وكذا، فانا فيني وزع. بس انا ضد، يعني خلص هو الواحد بيدرس تماما وبيصير بيالف التيمات وهي هو بوزعها وبيعرف لوين رايحه وشو بدها تشتغل. يعني هو مفهوم اسمه كومبوزر، برا ما له موجود، يعني قليل جدا ما تلاقي برا انه حدا بيلحن حدا بيوزع له. يعني استاذ رشيد، يعني هيك بسؤالنا الاخير، اوركسترا سيد درويش لوين؟ شوفي بكره، والعمل الشراكه الجميله مع ميس حرب لوين؟ شو جديدنا؟
في كتير أعمال ميس، عم نجهز السي دي الثالث هلق إن شاء الله، حفل إطلاقه رح يكون 19/7 بدار الأوبرا إذا ما صار مشكلة بالمواعيد أو شيء مبدئياً حاجزي، رح نطلق السي دي الثالث إلها. وبمشروعي أنا في كفر هلأ جديد نصوره نعمله كليب وننزله، وفي مشروع تسجيل سي دي لأغاني سورية تراثية كمان معالجينها بشكل معين. على المنحى العام أنا دائما ما بتطلع شو بتصير بعدين، بشتغل اللي حاسس فيه هلأ، فكرتي أنا شو هي، يعني أهم شيء ينكتب على الورق وجهز المادة، ولوين تمشي الأمور هو تحصيل حاصل. أنا يعني نادرا ما أفكر بكرة شو بده يصير، ولا بفكر بتغيير شيء، ما بيجي من خلال أنا هلأ شو عبساوي شو عبحس، أو باتجاه التطوير مثلا. أنا هذا الشيء بشتغله أوريدي هلأ، يعني حتى لما بيجي اشتغل أنا ما بفكر أنه والله أنا هلأ بدي يجي أطور، لا هي مو الفكرة، هو أنا بعبر عن حالي، بعبر عن شخصيتي وعن فكري، فبيطلع هذا الشيء أكيد. يعني دائما الشغف العمل هو بياخذنا للتطوير، وحتى ولو ما كنا يعني أو ما كان في تخطيط، في الشغف والإبداع هو لحاله بيكون هي أحد خطوات التطوير. بنشكر وجودك معنا المؤلف الموسيقي والعازف الكمان مايسترو رشيد هلال، نورتنا. شكرا للوقت اللي خصصته لحتى تكون معنا في برنامج مبتدأ الكلام. شكرا لأستاذتكم الكريمة ويعطيك الألف عافية جميعا. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا وقفنا معكم على ناصية الإبداع والإنسانية مع ضيفنا، وما زال مبتدأ الكلام ينتظر استمراريته لديكم. انتظرونا في حلقة قادمة، إلى اللقاء.